لا عايز ياسين اقفل يا باشا اللي تعالى الراجل معاك جيت وحطها كل واحد يمسك لي رجله في الارض. بص ايه ما تخلصش تعالى سين تعالى سين مستب في الطلوق زي ما احنا نفسنا بس احنا ندخله الظهر ده في العالي هنا عشان الكلب ده لما بيجي يطلع بيسقط لتحت تمام. يلا زي ما احنا يلا الله ينور عليك احنا بنيل احنا هنعمل له الحته دي مخصوص الكلب ده. لم يا سي لم تعال نستبط في الطلوق الكاميرا وبنطلع. سيب يا باشا خد الكلب بعياله امسك يا باشا كده لا تربطها امسك كده شويه بس لما الدكر لورا كده شيل لما الدكر لورا كده شيل يا ابن الفزلي لما الدكر لورا عشان مش يفتح من ده قدام باشا انت نورتنا لو ربنا يخليك انزل معانا على اليوتيوب تمام الكلب دي اسمها ايه نوتيلا من دمنهور من هنا احسن ناس انت نورتنا وده شرف لينا ربنا يخليك طبعا انت استاذ شريف قال لك ايه على موضوع الجوازات ده مفيش غير ابو نور هو بس اللي عارف يجوزها دمنهور بالذات لكن بيجاملني لا والله متخصص في السنت كمان حبيب قلب ربنا يبارك لك انت اول مره تعرفني انا عارفك قبل كده ان شاء الله على طول من على اليوتيوب وكده متابعنا يعني ان شاء الله طيب كنت متوقع ان الكلبه تتجوز بسرعه يعني قلت هتبقى في مشاكل شويه طيب ايه رايك في اللي احنا عملناه الله ينور اول ما جيت انت قلت لك امسك لي دماغها كده عشان في حته معينه في الكلبه بتمسكها بتخدر جسمها كله كنت انت مستغرب الحته دي صح بص يا كبير اي كلبه بتتجوز المفروض لما بنيجي نمسك بنمسك الجنب اللي قدام ده بتشل حركه جسم الكلب كله لما بتيجي حتى لما في كلب بيهجم على حد لو مسكه من الجنبين دول تمام بيشل حركه جسمه وصلت احلى من المسا عليك استاذ شريف بقى يا جماعه استاذ شريف كل ما هتخليك
بتيجي يا راوي. لا لا تقف تقف عادي، تقف وش اللي فيها وش البقر يبقى على طول تقف لحد الجو. خلاص احنا ممكن انت تبقى تلاقي بقى الفيديو ده.